يعني انت عاوز تصلي العنب شبعان شجعان ايه يقف وصو وصو بعض اني ندي له ايه الحق لقال لو ادي له سبب لقالكو جات عنا يعني اني ادي له سبب لقال لو ادي له اسمع عبد الله فارح او اهيد قبر دلن يرا مسنا ارضيادة هايده ايا اسكري للشيغي انو كاتر سنية هاي عيدة مدى الدولة ده وحاو كودي لي قلن كي دنبي ايشالي حافظ السوق حولها ديق مدى هلواء قبل كبنادر مرحومة دا ايا هايدة ارضي وحكا برتا جامعة دا بنادر يدا اومري سي سند كي افراد جامعة دا وحايا هايد قبر همي فوق له نلوشا وحانا جريدي دا اي سامينكو يلتي ارضي دي اي وحبرشا ودا قا هايين ايو اهل كيدا ارضي دي اي وحبرشا دا اسكولي جيرين ايا كاها لي جريدا ولا شود كواسي او كسوحو مي حالك لقيي ميد كيدا اي اسبيتال كمدينة لله وإنا إليه راجعون ربا انت ما اقان والله العظيم ميلا هذا الكبلابو ما انت قفك يعني سويتين يعني جريديس يعني يعني ما انت قرقيس وسويتين ربت وحاوي ولا شيء معان مرنا هاد قبر يغير الحمد لله وحكمت ادتك وحبرشد اكولا لوني ادتك الهي وداقي وادتك وناكسنا اصاحب لله يعني طبعا انت وحاكوها ما اخان لكن تاني الى حقي يعني الى حقي سلال وحساب تماما اني ادون وحل وحل اسكوخة بنكرو ماهن بين الىها عاي يعني ما ديكرنا ما انت قف بني ادنى عدالتك سوى ما لا ديكرو لكن مر والبوحة اوهي اونا امسان هاي ان الى حقي سلو قذين oo ilaahay in la tala saartan ay mar walba ay fiican tahay ee waajib tahay oo mar walba aan xasuusnaano in geerida xaq tahay laakiin geerida iyadoo la ogyahay in ay xaq tahay aadan ay kala xanuun badan tahay eena kala saameen badan tahay qof dhaqtarnimo go'aansaday in uu noqdo oo waalidkiisi yaani heel iyo hool la garab taagna intaas oo qarash lagu bixiyay oo asigana isxil qaamay oo intaas oo habeen dhafray dhaqaatiirtu way ka duwan yihiin marka idinka yaani dadku way ka duwan yihiin dhabaanta marka loo hadlayo marka idinka sariirihiin aad jiiftiin anaga dadka habeenka dhan soo jeedaanay wallahi beemishay waxaa laga yaabaa idinka marka 8 saac jiiftiin hal saac iyo bar mise 2 saac inaad jiifnaa anaga dibkaas anagoo ku jirno irfaadkaas anagoo ku jirno dhabaanta marka ka hadlo yaani saakay marka laga reebo inaad wajigeeda marka arkay kadib aan qanaca inta kale waxa aaminsanaa inaysan dhimanin ilaahay ha u naxariisto walaasheen اسمع عبد الله ورسما وحي اهيد قف اديات قالي نوغو اه وميل اديات مهم اه نوغا تالو وان ودا دلاني ميل بانكو ودا وحبرانيني وحي كو تكتي قعان كحق دران شاگاني ساعي مقع عيدن كدولادا وحانو دلبانينا وان دلبانينا ان عدالة اي هشو وسيد دق دق اه محكمة دلوه هرقيو عداد انت عوضو صلب العبكو شباين شقاين ان يقف وصو وصو بعض اني ندلو اغير حق لقال لو ادلو سبب لقال كو جات عنا يعني اني ادلو سبب لقال لو ادلو انا كو يعني كسو غير اني مستقبل يالتو وحي يالتو اني سبب لقال لو ادلو كو عن جاتك عنا يا مالي كس تطبنا قدلان انا كسو صعنا انا اوغين ما اوغين انا صو صعنا انا صو صعنا مستقبل كين ما اوغين وحاو نبو دعايا مالي كس مسو غير اني وقفنا قدن قفنا قمت اينا سو غير اني مالي كس اسكي سو امانو ما حقني اصان جامعة من إني قف قسم علي قسم أصير إني لوسو جاي نسب ميت كيس الحاقة لقينا أنا كم حلي قال دي لي أسماء وحا إينا لنا وعي قبر كلام إهلا ذا أسماء يا عصري إن عدالة أي أهلا قبر دو ذا قبر داسي وحي إحكام بيد هاي داتك أقون تله أو جامعة دا بنادر لقنا يسي أو مقعد اللي يراد أسماء عبد الله ورسمي waxa shalay ay ku geeriyootay oo lagu dilay xaafada suuq xoolaha gabadhaasi baabuur bay saarneed gabadhaasi gabar kalba la socoto la dhaawacanto saaxiibteeda ahayd waxa dilay oo gacan ka xaq daran ku dishay askari ka tirsan ciidanka dawladda ka bacdina beeshi ayuu kaga baxsaday oo ka cararay ilaa haddana ma hayno cadaalad aan rabnaa inaan gabadhaas maskiinta ah ee jaamacadda dhiganaysay oo indhihii waxbarashada qayb ka mid ahayd in ay hesho cadaalad dowladda federaalka iyo gobolka taliska gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa maadaama ay amniga iyagu xisaabsan yihiin in gabadhaas ilaa hadda aanan hayn wax dilay
qofkii dilan oo ku maqan yahay oo cararay oo magaalada dhex joogo ila xalay anagu gabadhaas waxaan la marinay process badan dacwada lagu dilay asma waxa ay qayb ka tahay dacwooyin tiro dhowr jeer ah ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaasi oo lagu beegsaday dad hal door u ahaa bulshada Zakaria Ahmed Muuse TV ka shabelle Muqdisho